وجهت أم أحد الناشطين الأوكرانيين رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالبته فيها بالتدخل لوقف الإجراءات التي تمت بحق ابنها فولوديمير بالوخ بسبب موقفه الرافض لانفصال القرم عن أوكرانيا. فولوديمير سارع إلى رفع العلم الأوكراني على بيته مع أيام الاحتلال الأولى للقرم، ثم لاحقته سلطات الاحتلال بجملة من الاتهامات الكاذبة عقابا له على موقفه الوطني تجاه بلاده أوكرانيا، وحكمت عليه بالسجن 3 سنين و7 أشهر.